الله وسلم كتسمع شي كلام يعني في الصوره تاع زعما لا حول ولا قوه الا بالله. خرجوا دابا في الساعه د المدرسه دابا العطله خصهم يمشيو يراجعوا ويقراوا خصهم يجيو يتهرموا هنا ما عندهم حتى شي فضاء الا عملوا يعني شي كافه حاجه يتلاو فيها كيجيو يتهرموا. الرجال الكبار اللي كيبان لك يعانوا ما تقدرش تدرس ولا تجي تسهر قرب داو. إذا متابعي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنتواجدوا بحي بوحوت في الراس ديال حي بوحوت كما كتلقاو معنا. هذا هو حي بوحوت. الساكنين ديال هذا الحي هذا كيعانيو واحد المعاناة اللي هي كبيرة من طرف الدراري الصغار او كيف ما كيقولوا هما من طرف البراهش، حيت الناس هاد البراهش هادو او هاد الدراري الصغار هادو كيجيو كيهرموا هاد المسجد هذا اللي هنايا كيف ما كتلاحظوا معنا. المسجد الزاج ديالو كامل مهرس، يعني كيوقفوا في الجبال من فوق وكيبقاو يسيبوا بالحجر، وماشي بالحجر كيسيبوا بالمقلع. الخيط كيبقاو يسيروا بها الحجر، كتشير الحجر لواحد المسافه اللي هي طويله وواحد القوه كبيره. كما كتلاحظوا معنا هذا هو المسجد اللي كيتعرض للتهجم هذا. شوف معنا اشراج كاملين مهرسين. دابا يتهلا داني اخويا ثلاثة بينا انا صافي تفضل. السلام عليكم، معكم الاخ محمد سعيد من مدينة طنجة حي بوحوت. حنا كنعانيو في هذا الحي هذا حدا المسجد، كيجيو الشباب الاطفال مخالطين كيجيو يتهرموا هنايا بالحجار، هرسوا المسجد بالحجار قرموا دهواد. كنكونوا كنصليو وكنسمعوا شي كلام سائق افقي كيقام الصلاه وكتسمع الدين وام الله وهذاك، حنا كنطالبوا السلطه يشوفوا لنا شي حال يجيو يزولوا الظاهره اللي وقعت دابا، يجيو يطوعوا الاتجاه هذا. كيجي الامن كيوقف كيبقى واقف كيمشيو بحالو معاه، هما كيمشيو هما كيرجعوا، يعني الرجال كيهاودوا مع الاتجاه هذا كيجيو مع الاتجاه هذا كيجيو الخطر عليهم. تجي شي راجل تجي فيه الحجره نعينو ولا راسو ولا هادو اللي كيسهرموا يتفلق ولا يتعور شي واحد عاد تجي ما تبكي والروينه، خصهم يشوفوا شي حل قبل ما توقع شي كارثه. راه المسجد شحال حنا كنتسناو يفتح، من اللي فتح بدينا كنصليو. حنا كيوقعوا الدرايم هنايا بالليل كريزاج كيوقع هنايا، كيجيو يشربوا حدا المسجد الام حيت ما كيطلعش هنايا، ما كاين لا ديوان لا والو. كنتمناو شي شارع يخرج يعملوا شي فضاء انا الالعاب الناس يلعبوا الدريس الشباب يطلعوا يجبروا الكره فضاء الرياضه وهذاك، ما يطلعوش يجبروا المقالع والشراب والمخدرات. كنتمناو يشوفوا شي حل وجزاكم الله خيرا. شكرا. شفتي خليك معايا شحال انتم كتعانوا مع هذا المشكل هذا؟ احنا كنعانيو منه سنين، يعني قبل ما يتحل المسجد كانت الظاهره ديال الحجار الحوم ما حوم الحق باقا الساكنه ما باقي ما كاين لا ديور لا والو، كان ينخلى ما كاينش لا طريق لا والو، يعني هادشي هذا كنقضيه بالحق ما كانش هادشي هذا المسجد وكان الساكنه بزاف بحال هكا. حق دابا ملي رجع المسجد ورجعت الساكنه عمرها الاتجاه هذاك، والطريق هذا كيطلع منا بنادم كيهود الاتجاه عمرو هذا بنادم كيطلع يهود، يعني الخاطر بنادم طالع كيوقع كريزاج هنايا. هاد الواد هذا هو اللي عامل لنا مشكل، الا كان الشارع كيطلع لهنايا والحديد طالع هود والام طالع هود ما يكونش هادشي هذا هنا. راه شوف الارض كيفاش عامله، الارض كامله خاوي جينا شي جو كامبوس دوك الكره يعملوا هنايا السرد مقابر يدوروا هو السرطاح باقي ما دوروش شي، يعني بزاف الاصلاحات خصهم يتصلحوا هنايا وما فهمناش الدوله شنو اللي كتسمى. يعني السبب الرئيسي ديال هاد حيت ديال هاد المشكل هذا هو انه يعني ما كاينش اماكن فين تلهوا دابا، ما كايناش شي فضاء يعني اللي يلعبوا فيه العواول، ما كايناش شي فضاء شي بلاصه يتريدوا فيها، ما كايناش. ياسين كتشوف الاطفال هما الاطفال صغاري من مقالع ما عندهم شي فين يلعبوا، ما كايناش شي كامبو فين يتلهاو شي بلاصه يتريدوا فيها، كاين غير الخلا والقيفر هنايا اللي كينوض كيبقى يهز المقلع كيجي يتهرب هنا. هادو كيطلعوا جينيراسيون كطلع مأطراف جينيراسيون فهمتي، حجار ومقالع ومخدرات، يعني ما كيجبروش شي فضاء اللي يلعبوا فيه كره ولا يلعبوا رياضه ولا هذا، خصهم
الامن يتحرك والدوله تتحرك تشوفوا لحال هاد الشباب ما يطلعوش يضيعوا في هاد الشيء هذا. شنو الطلب ديالكم دابا هما؟ حنا كساكينه كنطلبوا من الامن السلطات يشوفوا شي حل لهاد الشيء هذا، يعملوا الشغل ديالو. ما حنا واقفين والحجار كيجيوا. يا الحجره الا وقفت هذا عامنا صادر، السلطة يشوفوا شي حالنا هادشي هذا وجزاكم الله خير. شكرا. تحياتي الدري ديالي. الله يحفظك الله يعزك. إذا متابعي قناة تي في كيف ما كتلاحظوا معنا المعاناة ديال هاد الساكنة هادو، وحاليا حنا راه واقفين هنا واقفين كنصوروا والأطفال كيلعبوا الحجر. أول كيضربوا بالمقلاة، خليكم معنا ندخلوا تشوفوا المسجد من داخل كيف عامل. متابعي قناة تشوف تي في كيف ما كتلاحظوا معنا، شوفوا الشرج مهرس انت دا كامل السبب ديالو الحجار اللي كانوا كيتسيهو. شوفوا هنا الدنيا عمرو بالحجار، شوفوا كيف طلعنا معنا الدنيا هنا عمرو بالحجار. هاد الحجار هذا كامل كيتسيه من الفوق. اذا متابعي قناة تي في كيفما كتلاحظوا معنا حنا مازالين هنا ومازال كيلوحوا بالحجر من هنا من فوق. لا حول ولا قوة الا بالله، خص المسؤولين يتدخلوا في هذه القضية هذه حتى ترى خطر على الناس. كاين الناس اللي ساكن هنا في الديور ديالهم كيوصلوا من الحجر وتأذوا بزاف. اذا متابعي قناة تي في حاليا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتلقاو بعد قليل في الفيديو الاخر.